نعم يا اخي في الله صلاة الليل كما يقول بعض يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ينادي رب العزة والجلال الله أكبر من يدعوني فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اغتنم الفرصة يا عبد الله اغتنم الفرصة في شهر رمضان المبارك لا إله إلا الله وأكثر أيضا من النوافل صلاة الليل من النوافل مع صلاة الليل من يريد ملك الجنان من يريد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني والله عيش الدنيا فاني يا عبد الله عيش الدنيا فاني لكن العيش في الدار الباقية نسأل الله كريم من فضله جنة اي والله جنة هي العيشة العيشة الباقية العيشة الراضية يلا من فضلك في جنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فتشاق من فرش إلى أكفان يا حبذا يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان والله